أعمل مدرس في إحدى المدارس، وقد ذهبت بمجموعة من الطلاب إلى أحد المراكز التي تهتم بالآثار. يقول: وكان داخل هذا المركز تمثال، فقال لي أحد التلاميذ: أسجد لهذا الصنم؟ فنهرته وقلت له: استغفر ربك. يقول: فهل هذه المقولة التي قالها هذا الطالب تخل بإسلامه؟ أول اسأل عنك أنت، ليش تروح لهذه الآثار اللي فيها أصنام؟ أنت المسؤول عنهم، ولا يجوز لك هذا، وهم في ذمتك، وهم في ذمتك، فعلك هذا حرام، عليك التوبة إلى الله ولا تعود لمثل هذا. لا تروح من محلات المعاصي، محلات الأصنام والأوثان. وأما هذا الطالب الجاهل، إذا قال هذا وبين له ترك هذا الشيء فليس عليه شيء. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لم يحصل عليهم شيء، لأنهم لم يعملوا. لما نصحهم موسى عليه السلام وغلظ عليهم تركوا هذا، لم يكونوا مشركين. والذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لم يقعوا في الشرك، لأنهم قالوا عن جهل. ولما بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك وأنه شرك، امتنعوا. نعم.